شوف بزاف دابا عندي واحد المداخله على المراه، الموضوع اللي كان قبيله واش ممكن وي تقدر تعطينا ان بيتي روبريك على داكشي اللي دات قبيله؟ شوقاتنا مونيكا، تحياتي اخي ديال الليل. مرحبا بك. بارك الله فيك. دابا المراه في المجتمع كل شيء كاين في هذا الوجود بازي على القيمه. شنا هي القيمه؟ هكا كيتبناو المجتمعات، والقيمه هي اللي كدير واحد النقطه ديال التوافق ما بين الرجل والمراه وما بين اي حاجه اللي عندها قيمه. الى شي حاجه عندها قيمه اذا كتفرض الوجود ديالها. وهادشي الى لاحظت القران تيقول المرأة قرنا في بيوتي كنا، ياك قرنا في بيوتي كنا ممكنش تأبليك يا على واحد المرأة مثلا اللي كتعيش شمال افريقيا. علاش؟ حيت الى تخيلتي المرأة في الجزيرة العربية فاش كتخيلها في الدار كتخيل برا كاين الرملة. ديما كنرجعو هاد المسألة ديال الماء، كتخيل برا كاين الرمله وما كاين ما يدار ورا الخيمه. فاش كتخرج من الخيمه ما كاين ما يدار، ما كاين لا فلاحه لا رعي لا زراعه، الشتا ما كتصبش، المراه ما يمكنش تكون تاجره حيت ني با كاليفي تكون تاجره مع الشفاره الصالح اللي كيكونوا في الصحراء. اذا حتى هذيك فاش قال لها قرنا في بيوتي كنا، فانا ما كنعتقدش بان قرنا الا قلتيها للمراه الامازيغيه مثلا قرنا في بيوتي كنا، اذا راه بحال راه ما كدير والو هي خارج البيت. شكون اللي ما كيدير والو خارج البيت؟ ربما هو المراه اللي من الجزيره العربيه. لحقاش من خلال تقييم المرأة في القرآن كنشوف بأن المرأة ما عندها حتى شي وظيفة في الإسلام، وإلا كنهضروا على الإسلام كنهضروا على الجزيرة العربية. الوظيفة ديالها وفعلا فاش كنسمعوا أن لاباز ديال لو جوجمون ديالنا على المرأة هو هل تطيق الوطأ، هذه هي المرأة. لماذا؟ لأنها تصلح للوطأ. باش كتسول اي امام اول حاجه تيقول لك هل تطيق الوطأ، واش تقدر تماس عليها الجنس. اذا هذه هي لا بروميير كونديسيون، هذه لا بروميير كونديسيون ان فاكت لا سول كونديسيون هو ان المراه تكون تقدر تمارس الجنس. يعني اوكي، اذا تقييم المراه في الجزيره العربيه بازي على هذه المساله هذه. حتى فاش كنشوفوا في المراه فاش كنهضروا في الاسلام ما كنهضروش على لا فامي، ما كنهضروش على المستقبل، ما كنهضروش على ديك العائله المثاليه، كنهضروا على نزوه الجنس ونزوه الجنس فقط. وهذه عقليه الانسان القريشي. لماذا؟ لأن المستوى الحضاري ديالو كيرجع ربما 10,000 سنة للوراء. علاش؟ حيت كنشوفوا أمم وحضارات كبيرة وعظيمة وعريقة في التاريخ دازت قبل من الجزيرة العربية، وديما كيتسأل يكون السؤال مطروح أش عجبك الله في الناس ديال قريش؟ أشنو اللي عند قريش ما عندش البابليون والسريانيون والآشوريون والفينيقيون والقرطاجنيون والفراعنة والرومان والبيزنطيين؟ أشنو اللي عجبك فيهم؟ إذن هنا فاش كنهضروا على المرأة كنهضروا أشنو هو لا كونتريبيسيون ديال المرأة في المجتمع. وهو كتفرض المرأة الوجود ديالها حال كيف ما كتفرض الوجود ديالها بلا كونتريبيسيون في المجال ديال الجن. بنفس الشيء كنشدو داك المجال ديال الجنس كنديرو له واحد الريبليكا، تنقولو مثلا واش المرأة كطيب، واش المرأة كتربي الولاد، واش المرأة كتعاونك في الفلاحة وفي الزراعة، واش المرأة كتعاونك مع الحيوانات اللي عندك في الدار،
يعني المهام ديالك كنهضروا على شي ناس اللي كان عندهم الفلاحه هي الفلاحه والتجاره هي المجال الرئيسي اللي كيخدموا فيه النمط ديال العيش. شي بحال دابا المراه تقدر تكون انجينيور. اذا هنا القيمه شكون اللي كيعطيها للمراه؟ كيعطيها لا كونتريبيسيون ديالها. اوكي مثلا الا بغيتي تعرف مثلا حيت هادشي حنا عندنا معاه مشكل حيت داخل علينا الاخوه التقييم ديال المرأة اللي جاب الإسلام شي حاجة داخلة علينا. هو رب لافالور انت اللي كتعطيها والبيئة ديالك هي اللي كتعطي لافالور لواحد الحاجة. اوكي مثلا الحشيش في المغرب ما عندوش اون فالور، موجود بارتو ورخيص وافوردبل وتتشري. علاش؟ حيت في المغرب، حيت الحشيش كينبت في المغرب، ولكن الا مشيتي لفرنسا ولا مشيتي السعودية راه ما غاديش تلقى الحشيش اباندنت. اذا شكون عطى القيمة ديالها؟ هو البيئة اللي عطات القيمة لواحد الحاجة. الا متوفرة اذا كيكون القيمة ديالها نازلة. نفس الشيء مع المهام ديال المرأة. المرأة في المجتمعات القريشية مثلا ما عندها ما يدار. تخيل مثلا المرأة عند قريش ما عندها ما يدار. علاش؟ حيت الماء سي لا سورس ديال لا فاريتي، ولا فاريتي كتخلق لك لي ريشيس، ولي ريشيس كيخلقوا لك لاكتيفيتي. اذا المراه القريشيه بالنسبه لا علاقه، ما يمكنش نسقطوا هذاك الواقع ديال قريش على المراه المغربيه او الجزائريه او اي منطقه اللي كتختلف من خلال التضاريس ومن خلال المناخ على من السعودية. ولهذا احنا كنعيش واحد مشكلة، ربما عقدة، ربما انكريز كنعيشوها حيت جبنا شي واحد شي حاجة خاصة عند واحد النسق خاص به، والمرأة كتستاهل هذاك الشيء في الجزيرة العربية. لماذا؟ لان الظروف ما سمحتش للمراه باش تعطي واحد لا كونتريبيسيون للمجتمع وتفرض الوجود ديالها. وفي مساله الزواج كتفرض القيمه ديالها في الزواج. مثلا الى قارنتي المراه الامازيغيه مع المراه ديال الجزيره العربيه او المراه الطليانيه او المراه الفرنسيه او لا، الى قارنتي مع المرأة ديال الجزيرة العربية كتلقاي ما كاينش شي كوريلاسيون بيناتهم. واحد الواقع فيه الابوندنس وواحد الواقع فيه السكاسيتي، فيه لا غاروتي. تخيل ان جبنا لي برينسيپ والقوانين باش نتعاملوا مع المرأة ديالنا من واحد المجتمع اللي المرأة لا تصلح إلا للنكاح. هذه هي المرأة في الجزيرة العربية. وي تري بيان ميرسي. إذن هنايا شدينا واحد الحاجة اللي خاصة بواحد المجتمع وسقطناها على واحد المجتمع آخر. ربما كون شديت هاد القوانين اللي جبتي لنا وحطيتها على المرأة في الجزيرة العربية آنذاك فهي كتقبلها. علاش؟ حيت المرأة تيقول لها وقرنا بيوتكن بقاو في الدار. هذا واحد القانون اللي ممكنش ديرو، الراجل غادي يرفضو. داكشي علاش الإسلام نجح، حيت فاش قال كيف منجح بزاف ديال المواقف حيت كاين في الجزيرة العربية. كنت خارجو من الجزيرة العربية ما ينجحش. مثلا هذه ديال قرنا في بيوتكن نجحات والناس تبعوا الدين. علاش؟ حيت الراجل اللي غادي يتبع الاسلام غادي يقول له المراه ما كدير والو، ما عندها لا فلاحه، ما عندها لا بهيم، لا حيوانات، ما عندهاش وظيفه. ان الوظيفه ديالها هي انها
للنكاح، وداكشي علاش الإسلام كيقولها وكيعاودها مرارا وتكرارا، حيت المرأة ما كاينش حتى ما كاينش الخصور، ما كاينش الأراضي خصبة، ما كاينش الفلاحة، ما كاينش السقي، ما كاينش الزراعة. إذا هنايا القيمة ديال المرأة ما... حنا شدينا هذا الواقع وطبقنا على المرأة المغربية. إذا أنا كنظن بأن لافوت في المرأة المغربية، حيت المرأة المغربية هي اللي كتقيم راسها. واش كنشوفوا المرأة في المغربية كنعرفوا هذه سيتين باس. المرأة في المغرب وماشي غير في المغرب، في جميع المجتمعات. المرأة في جميع المجتمعات كتعطيك ثمن الراجل. علاش؟ حيت نفس الاهتمام البيولوجي اللي عندها مع الـ مع الـ الأوفسبرين، مع الأطفال ديالها، كدير ليه واحد الإسقاط على الحياة ديالها في جميع المجالات. يعني هذاك الاهتمام ديالها اللي فيها غريزة أن خصها تهتم لواحد الدرجة وما خصهاش تخلي شي براكت ديال لو أزار يدخل في المسألة. مثلا العلاقة ديالها مع الأطفال ما كتخليش المرأة ديك الانتغفال ديال الانسيرتيتود، خصها ديما تقوم بالواجب احسن طريقه، حيت المساله تري سنسيتيف، شي حاجه لي تري فيتال، ان الطفل خصو ياكل ويشرب وخصو. من هاد المساله هادي هاد الغريزه ديالها كدير على اسقاط في جميع التصرفات ديالها، لا في الخدمه ديالها، فين ما حطيتي مثلا إلا أعطيتها مجال في القراية، المرأة غتتفوق على الرجل حتى في الرياضيات والفيزيك. إلا أعطيتها المقومات، إلا شجعتها. مثلا أنا فاش كنت كنمشي للمدرسة ديال بنتي، كتقرا في مدرسة كلها شخصيات العيالات اللي داروا في التاريخ، المدرسة كلها كيعمروا لها، كلهم كيعمروا لهم هالمرأة، العيالات ديال الفلسفة، ها ديال الفيزيكس، ها ديال المات، ها الاتشيفمنت ديال المرأة. علاش؟ حيت كيشجعوا المرأة. حنايا كنكبروا في واحد المجتمع اللي كنحتقروا فيه المرأة، مجتمع مريض، لكن كنخوروا في المغرب. وكلنا عندنا خواتات، مجتمع مريض، مجتمع تيقول لك خصنا نضربوا المرأة، وتحط لي امو اختو تقول لي ضربهم، يقول لك ما نضربهمش، تجي اختو عينها زرقاء تقول لك فينا هو راجل، انا خلي دار امو، وتمشي عنده هو كتلقاه هو تا هو كيضرب المرأة. يعني مجتمع ما كيتبعش المصلحة ديالو، كون كيتبع المصلحة ديالو كون غادي يدير واحد القانون اللي كيخدم المصلحة ديالو. فغادي اول حاجه غادي ينتبه لهاد المساله ديال ضرب المراه، تري تري سامبل، تري تري كلير، ما خصكش ايه من السماء. الام، امك واختك وبنتك ما كتبغيهمش يضربوا، ما كتظنش بانهم ناقصات عقل، ما كتظنش بانهم خصهم ياخذوا نصف الحقوق. اذا انت خصك ليها إسقاط على المجتمع كامل. إذا المرأة في المجتمع ككل، إلا كانت أمك أختك وبنتك ما بغيتيش لهم شي حوايج، إذا المجتمع كيتكون من أمهات وأخوات وطفلات. أوكي، إذا هذه سي تري تري كلير. ولكن أشنا هو المشكل عندنا؟ ما تبعناش الغريزة ديالنا كإنسان. راه فاش كتزيد لهاد الوجود راه كتزاد كومبلي، راه ما عمرك كتزاد وكتقول خصني الريا ولا نصلى ما يدير لي القلب ولا شي حاجه. جينيرالمون اوكي، كتعرف بانك توي بارفي باش تجي لهاد الوجود. نفس الشيء فاش كتبني هاد الثقافه، كتبنيها بالغريزه ديالك، كتبنيها بالاهواء ديالك. والاسلام هو واحد الايديولوجيه اللي ضد غريزه الانسان. اشنا هو غريزة الانسان؟ ما نحملش انا شي واحد يحط يدو على اختي او لا على امي. انا كنت شفت مع امي، شفت الوالد ديالي ضرب الوالدة ديالي، ولا الجامي مع امرها كانت عندي. ولكن كون وقعت انا غادي نحقد على الوالد، حيث انا عندي علاقة مع امي اكثر من اللي عندي مع ابا. الحنان اللي عندي من عند الوالدة والوقت اللي كان انفيستي معاها او داكشي اكثر من عند الوالدة مع الوالد ديالي. إذن أنا غادي ندافع على الوالد ديالي. هذه كتعبر على المصلحة ديالي كإنسان. يعني
انت جاي لهذا الوجود واش بغيتي ايات تقول لك كيفاش غتبني المجتمع؟ الا انت غايقول لك الله كيفاش غتبني المجتمع ديالك وكيفاش غادي تقيم المراه، علاش انت هو لا سول غاس اللي عندك زعما انت خريه كبيره صحاب راسك شي حاجه كبيره ان خالق هذا الوجود غادي يعلمك كيفاش تزوج وكيفاش تطلق؟ واش الا تزوجتي وطلقتي شي حاجه اللي كتقلب عليها، شي حاجه اللي كتبحث عليها، عمك بحثتي على الريا ولا على الكبده ولا على الكلاوي؟ اذا ايفيدامون ما غاديش تبحث على كيفاش غادي نتزوج. اتس جيفن، اتس رايت ذير. قيمه المراه في المغرب كنعرفوها، كان علينا في العود ما نشوفو في الشرق الاوسط نشوفو في الارض، وتما غادي تلقى القيمه ديال المراه. باش غتشوف المراه كتربي لك سبعه ديال الاولاد وكتحلب ليك وكتحفر معاك وكتمشي تحش معاك وكتهز تقول معاك، ومن الصباح من الليل من الفجر حتى كتغرب الشمس وهي خدامه. واش هادي تقول لها انت قرنا في ضيو في بيوتك؟ لا، ما تقدرش تقول لها قرنا في بيوتك، حيت الا بقيتو في الدار شكون غادي يخرج لبرا يخدم؟ شكون غادي يوكل هذوك البعير؟ شكون اللي غادي يسقي؟ شكون اللي غادي يزرع؟ شكون اللي غادي يحس؟ شكون اللي غادي يدير كاع هذوك المهام؟ نفس الشيء فاش كنمشي في الدار عندي انا، حنا كابرين سبعه ديال الاولاد، سبعه ديال الاولاد خص كل شيء يفطر وكل شيء يكون غاسل وكل شيء يكون يفطر ويمشي ياكل، وخصو فاش يرجع خص هذوك سبعه كل شيء ثاني خصو يتغدى ويمشيو ثاني يخرجوا للمدرسه، وهذوك سبعه كلهم خصهم يتعشاو. And on and on and on and on. أنا كنت كنتفرج الوالدة ديالي حاطة نادى ديال والبرد والفراكة ديك الساعة، ما كاين لا ماشين لا والو أولدي، ما كاين على الفراكة. ديك الفراكة كتبقى تحك عليها حتى كتولي دين ماليس. هادوك لي غولياف اللي كاينين في الفر، واش كتعرفوا الفراكة ولا نتوما ما عرفوش؟ كاين اللي ما عرفوش، اش كاين شي واحد ما كيعرفش الفراكة؟ اه خويا بيا تغزلت عليا ديك الفراكة. اه هضر هضر. اه والله العظيم بالله، وكنشوفها حاطه نادر الاخوان نادر، وخص داكشي كله ثلاثه ديال الغسلات، عرفتي المغابه ديك ديال الغسال ورطاب وشلال وعاود ثاني شلال صابون وعاود تيد وجميل. اه اكزاكتومو، ماشي ديك ديال لوحو في الماكينه دوز من هاد الماكينه لوحو الماكينه اخرى وراك ودار كلشي. نو خويا بيالي كتشد داكشي وملي كنهبطو الكواش كاملة كنشتفو عليهم النهار كله، حنا كنشتفو على الكواش. وياه الشتفه الاولى الشتفه الثانيه الشتفه الثالثه كلش ليله الاولى والثانيه والثالثه، ودوك الكواش تقال. وياه كتشوف الوالده انا بختاش كنلقاها هازه شي زربيه طالعه في الدروج. حنا كل كنديرو كلشي حنا والوالدات، بقى الوالد ما كيدير والو. لا كنظن حتى الوالدات حتى هما كنظن بان المراه مغتصبه وكتخرج كتبرد غديدها في الخدمة ديال الدار. أنا كنعرف الوالدة تا هي كنحس بها، غير كتحس براسها الوقت عندها خاوي خصها تعمر راسها. ما كنظن كاينة شي حاجة، باش كندخل كنلقى السداد واقفين والمضارب واقفين والدار مسيقة وكل شي مرون وسيق شوية تيدوز النهار الثاني. أري خرج المنطات وخرج العباين وخرج هذاك الشيء كلشي خصو يخرج وخصو يتساع شويه. النهار الثالث تيقول لك اجي الصواني الفضه، جيبوا الفضه جيبوا صقلها عليه، بدا تسقل عيط على خالتك وعيط على عليه صقل صقل شويه. ايامات انا الوالده كان عندها واحد البروسيسوس، خصك تمشي تشري القمح والقمح خصك تحطو في الدار، وخصك تنقيهم اللي تقدر تنقيه خصك تغسلهم، اللي خصك تغسلو خصك تطلعو للسطاح ينشف، ولا طلع للسطاح كينزل، وخصك تاني ديه تاني الطاحونه كيتطحن وكيرجع للدار وكتشدو الوالده وكتغربلو، فهمتي؟ داكشي من سكراك. وسيقول ليها نتايا نصيب المرأة نصف نصيب الرجل، سيقول ليها نتايا المرأة ناقصة عقل، كيفاش انت غادي تهضمها في الحقوق ديالها؟ اذا هنا شكون اللي كيعطي؟ الا اعترفنا بهذا الشيء غادي نقول له اوكي ما يمكنش نعطيو المراه نصف حق الرجل. ما يمكنش نقول لهم قرنا في بيوتكن، لا خصها تطلع للسطح وخصها تخرج تمشي للطاحونه
وإلا ما غتمشيش طاحونة خصها تمشي تحرت ولا خصها تمشي تسقي الماء ولا خصها إذن هنايا شكون اللي كيبني المجتمع؟ اللي كيبني المجتمع هو القيمة. أي واحد عنده قيمة، داكشي علاش تنقول البنات ما تبقاش تسناي الراجل، إلا الراجل كيتحملك 100% راه غطلعي ليه في الراس وما غتبقاش عندك قيمة. فهمتي علاش؟ وكنشوفوا هادشي كامل، إلا كنتي عالة كتحس براسك عالة وكتحس بأن القيمة ديالك طاحت. علاش؟ حيت عالة، حيت تو ني با بروديكتيف. والبروديكتيفيتي هي اللي عطات للمرأة أساسا الحقوق ديالها. الوقت الناس اللي مشاو للحرب العالمية الأولى والثانية والمرأة ولات داخل الراجل خصو يمشي تقتلوا اليوم 6 مليون والراجل خصو يمشي للحرب، المرأة بدات حجابها غانزان بارو. المرأة ولاو خدام في المعامل، شكون غادي يوكل الشعب؟ المرأة دخلات، من دخلات قالت لهم اوبس دابا خصك تعطيوني الحقوق ديالي، خصني انا عندي حق انتخاب وانا كنطالب بالحقوق ديالي. نفس الشيء داروا العوازة الوقت اللي بداو كيعطيو القيمة ديالهم في المجتمع. ونفس الشيء كيطبق على المغرب، كون حنا دانا مبادئ ودانا قوانين ودانا تشريعات مغربية وليدة البيئة ديالنا، ما كناش غادي نحقروا لهاد المرأة لهاد المرأة. أولا الضرب ديال المرأة ما كانش غادي يكون غريزة الإنسان. الضرب لي يا أختي نجي نزرق لأمك العينين، أوكي إلا ضربت لك أختك غادي تجي تزرق لي العينين. سي لوجيك غادي يكون الانكليناسيون ديالنا أننا غادي نعطيو للمرأة الحقوق والضرب ما يكونش. نفس الشيء مع الإرث، نفس الشيء مع أي حاجة، أي حاجة قالها الإسلام على المرأة خاطئة ولا تنطبق إلا على الجزيرة العربية. وإلا خرجت من هذاك النسق ديال الجزيرة العربية ما كيبقاش هذاك الشيء خدام، كيعود ظلم، وربما كيعود disadvantages، كيعود كيرجع بالضرار. وهذا الشيء اللي درنا في الحياة ديالنا، جبنا واحد الثقافة اللي خاصة بواحد البيئة، وهذه الثقافة وليدة واحد البيئة معينة ومتناغمة لواحد المستوى كبير مع واحد البيئة معينة. وهذه البيئة، هذه البيئة تعتبر بيئة استثنائية، أوكي استثنائية، كتختلف على المناطق اللي كاينين في العالم. حيت فاش كتبني واحد الثقافة كتبني أحد الماء، حيت الماء كيعطيك الحياة وكيعطيك الخضرة وكيعطيك لافاغيتي وهنا كيعطيك الحركة. فاحنا جبنا واحد الثقافة اللي ثقافة تقريبا ميتة. انعدام الماء يعني انعدام الحياة، انعدام لاكتيفيتي، ما كتكونش لاكتيفيتي، أوكي. وشدينا هذوك القوانين وحطيناهم على المغرب على المستوى الاجتماعي، قيمنا المغرب، المرأة المغربية بمعايير خاصة بالشرق الأوسط. والمعايير كان واحد البيك ديسكريبنسي، اون ديفيرونس كبيرة ما بين المعايير اللي استعملوا الناس لتقييم المرأة في الجزيرة العربية بحال الصحابة وداكشي، والمعايير اللي كيستعملهم واحد الإنسان أمازيغي. واحد الانسان امازيغي الا جيتي عنده غتقول ليه المراه غيقول لك واو انا عندي 7 الاولاد وعندي البقار وعندي الغنم وعندي الماعز وعندي الدجاج وعندي البراك وعندي الحميه وعندي الاراضي، اذا راه خص شي واحد كيعاونني. اذا قلتي لي هاد المراه القيمه ديالها طايحه غيقول لك يا فكني كيفاش غتقول لي القيمه ديالها طايحه؟ الا ما خدمتش المراه نهار ترونات، كل شيء كيترون، حيت تايم سنسيتيفيتي، كل شيء perishable، كل شيء خصو ياكل، كل شيء خصو يشرب، كل شيء خصو يتسقى، كل شيء خصو يتحصد، كل شيء خصو يتزرع، ديما كتكون لاكتيفيتي. إذن تقييم المرأة اللي عندنا في المجتمع هو تقييم imported، داخل على الثقافة ديالنا وداخل بواحد طريقة flagrant، أن الواقع اللي حطوا فيه الناس التشريعات ديال الإسلام كتختلف على الواقع اللي خصنا نحطوا عليه حنا تشريعات. وهادشي راه ماشي غير على المرأة، هادشي على كل شيء. أي حاجة كنجيبها الإسلام it's out of place، أي حاجة كتجيبها من 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 الإسلام بالضبط، أوكي من الإسلام بالضبط، حيت البيئة والجيولوجيا والمناخ والطقس ديال هذيك البيئة كيختلف، والإنسان راه وليد البيئة ديالو. إذا كان هادشي كله كيختلف، إذن
القانون والعادات والتقاليد خصها تختلف. علاش؟ حيت البيئه كتختلف كومبليتوم. واحد البيئه حاره ميته ما فيهاش الحياه عندها واحد القانون ديالها خاص. الا خرجتي من هذاك النسق ودخلتي لنسق اخر اذا لا درتي واحد المشكل. هو انه كان عندنا داك الشيء كيف كان علينا نشوفوا العلاقات ديالنا كمغاربه ما بين النساء والرجال وحنا كنديروا التشريعات. ولو سيت الاحكام والاعراف ديال المغرب غادي تلقى بان راه عندنا في التاريخ ديالنا معاملات مع المراه وعادات مع المراه وتقاليد مع المراه اللي متناغمه مع البيئه ديالنا. اوكي الا دسمسينا كاع داكشي اللي جاب الاسلام وجعنا الاصل ديالنا غادي نلقاو بان الاصل ديالنا حنا المراه كانت تعامل بواحد الطريقه. الناس الامازيغيين راه كيجيبوا لنا شي حوايج على المرأة، شي شعر على المرأة اللي كيعبر على أن المرأة المغربية كتختلف على المرأة القريشية وكتختلف لواحد درجة كبيرة بزاف. وهذا هو المشكل اللي كنعانيو فيه. المرأة هي المجتمع، المرأة هي نصف المجتمع، وهذاك النصف هو اللي كيعطيك المجتمع ككل. إلا عندك مشكل مع هاد المرأة إذا راه عندك مشكل كبير، راه عندك واحد لاكريز سوسيال في المجتمع ديالك. حيت انت شديتي لو كور ديال المجتمع وكتفتيه وكبلتيه واغتصبتيه. طالما ما فهمناش ما وصلش الوعي ديالنا ان نعرفوا بان ما نبقاوش نكذبوا على ريوسنا، ما نبقاوش نشدوا شي حاجه نقولوا هذه مقدسه خصنا نقلبوا ليها على شي تخريجه باش نقبلوها. خصنا نرجعوا للواقع ديالنا كانسان وكنعرفوا بان احنا كانسان كنعيشوا بالغريزه ديالنا. احنا رانا غير ضيوف. كتغير البيئه كتغير انت، خصك تغير مع البيئه، انت خصك تغير مع البيئه. واحد القانون جا الجزيره العربيه راه ما كتعنيش خصك تطبقه. قانون جا الجزيره العربيه لا علاقه له بخالق الوجود. خالق الوجود راه ماشي تبكوني عندك انت، راه ماشي غادي يبقى هنا يقالك لك ها كيفاش غتزوج، ها كيفاش غتطلق، ها كيفاش غتموت، ها كيفاش غتحيد. وهذا كيعني بان احنا واحد المجتمع مريض. وهذا الشيء كيدخلنا لهذا السوجي الثاني اللي عندكم على شخصيه الانسان المسلم. كيف هل انت راضين على شخصيه المسلم التي صنعها الاسلام؟ وهذه المساله عندها نفس الشيء، ان كل شيء كاين فينا، كل شيء كاين فينا. وي هاف تو لوك ويدين ماشي ويد اوت. ما خصكش تشوف برا، شوف الداخل. وهذيك الشخصيه انت غادي تعطيها لك البيئه ديالك، ما غاديش تامبوتيها من عند شي واحد. والمشكل ديالنا هو احنا امبوتينا شخصيه، امبوتيناها. وهذيك الشخصيه اللي استوردناها احنا عندها علاقه بالنسق ديالها، نسق خاص بها. اوكي وهنايا غادي ندخل في لي ديتاي. كيفاش هاد الشخصيه ديال الاسلام، كيفاش كيكون هاد الشخصيه؟ اولا الاسلام ما كيكون الشخصيه، كيكون العبيد، كيكون شخصيه العبيد. وعبيد بمعنى الكلمه. فاش كتقرا وشاربه هو حامله هو شاريه وكاع داكشي كتعني ان هذه قمه العبود. اوكي وهذا هو المشكل الكبير اللي يجب ان يدرس في تحليل شخصيه الانسان المسلم. علاقه العبوديه مع شخصيه الانسان المسلم، او كيف استعبد الاسلام شخصيه الانسان المسلم. اذا انت ما قادرش، ما عندكش الحق تبني مجتمع ديالك كيف ما بغيتي، او تعامل المراه بالطريقه اللي كتشوفها انت فالابل وفاليد، اذا انت ماشي حر. الا ما تقدرش تنعس انت كيف ما بغيتي، اذا انت ماشي حر. وهذا هو المشكل الكبير اللي كيخلق شخصيه الانسان. الاسلام كيصنع شخصيه، شخصيه عبد. هذا هو اللي كيصنع الانسان. علاش؟ حيت ما كيخلي لك حتى شي حاجه غادي تمشي دير فيها لا ديسيزيون ديالك خاصه بك.
داكشي علاش ديما كان فاش كنهضروا على الاسلام كيعيطوا على الفقيه الو الفقيه كيفاش غادي ندير هادي علاش حيت عندنا واحد الحاجه واحد الكارثه في الثقافه ديالنا كتسمى السنه النبويه العطره. السنه النبويه العطره نقول لكم شنو هي السنه النبويه. السنه النبويه العطره هي واحد الشمكار مقطر، واحد الشمكار جد بدائي متخلف همجي، وخصك انت تجيل هذا الوجود وخصك تعيش بحاله. داكشي علاش عندنا السيرة النبوية. عندنا القرآن تقولك القرآن ما كافيش، انت ماشي عبد 100% إلا كنتي غير القرآن. لا غادي تكون عبد 100% فاش غادي تكون عبد ديال محمد، هو انه الطريقه وياك تخرى ديال امك بشي طريقه اللي كتعجبك نتايا، خصك تخرى بحال محمد وخصك تزوج بحال محمد وتبول بحال محمد وتعيش بحال محمد وتحس بحال محمد، وخصك تبقى حياتك كلها وانت كتحاول تكون بحال محمد باش واحد النهار غادي تولي بحال محمد. اشنا هو محمد؟ هو واحد الشمكار، هو واحد الشفار، هو واحد القتال، هو واحد السفاح، هذا هو محمد. اذا انت الا كتحاول تكون بحال واحد الشخصيه وهذيك الشخصيه عافنه، اذا ايفونتيالمون واحد النهار غادي تولي بحال هذيك الشخصيه العافنه اللي هي محمد. علاش؟ حيت كتحاول ما امكن انك تكون بحاله. حتى الاحساس ديالك خصك تكون بحاله. حنا كلنا بحال محمد. علاش؟ حيت والدينا كانوا كيامنوا بهذا محمد وكانوا كيحاولوا ما امكن يعيشوا بحاله. كنشوفوهم نيت فاش كيعيطوا للائمه، قالوا الفقيه مالكي اسميتك سميتي فلانه اشنو بغيت ندير واحد الحاجه واش اشنو كتقول فيها السنه، ولا بغيت نديرها كيفاش دارها الرسول، ولا عندك وما كانتش عند الرسول غادي نسيبوزي بان كانت عند الرسول كيفاش غادي يدير. وهذا هو العمق ديال العبوديه، ان مثلا عندك الانترنت تيجي تيقول لك اجي نتخيلوا نتصوروا بان محمد كانت عنده الانترنت، واش غادي يقبلها ولا ما غاديش يقبلها؟ كيف ما داروا مع التليفونات، كيف ما داروا مع الراديوات، خصهم يسيبوزيو الا كانت عند محمد اش غادي يدير محمد. يعني هذا الرب ديال العبوديه هو ان واحد الانسان داس عليه 1400 سنه وانت عايش في واحد القنت لا علاقه له بالجزيره العربيه، ولكن خصك تكون عبد ديال محمد. الى عبد بغى بعد ديال الشهود ينكحوا ليه مرتو وبغاو بعد الشوت تيقول لك الفيديو ما مقبولش. انت عندك فيديو واحد خينا كاين كتخون راجلها ولا هو كيخون مرتو، عندك فيديو تيقول لك لا استشهدوا عليهن أربعة. علاش؟ حيت في صفوان فاش حوالي المراه جاب ثلاثه ديال الشهود، قال ليه جيب خصك ربعه فاستشهدوا عليهن أربعة. علاش؟ حيت كانوا عنده غير ثلاثة، كو كانوا عنده سبعة ديال الشهود كان محمد غيقول لهم لا بغيت ثمانية. وصدقت مليوحة في القرآن، وصدقت الإنسانية كلها، ماشي الإنسانية، مليون ومليار ونص ديال الحمير كلهم خصهم يقلبوا على أربعة ديال الشهود. وخا تجيب ليه فيديو تيقول لك لا الفيديو ما مقبولش، انا بغيت اربعة ديال الشهود. اشنو هذا؟ واحد تصرف خاص بمحمد، واحد الحل، واحد تخريج القال، واحد المعضلة عنده صفوان كحلي المرأة. صدق كاتب اربعة، ولينا احنا الانسانية كلها خاصة تصرف نفس التصرف. هل اذا دخلت بيوت فسلموا على اهلها ولا شي لعبة بحالك في القرآن. كيدخل الوالد عندي ديما كيدخل الدار السلام عليكم. الوالدة تا هي كنجي انا وياها جايين خلينا الدار، مشينا
الزوطيه شينا الخضره كندخلوا للدار كتقول لي السلام عليكم. علاش؟ حيت محمد كان سكيتزو فاكين فرانيك، كان سكيتزو فرانيك كيسلم على عباد الله كاين اكزيست با. وهذا الشيء اللي وقع لنا في التاريخ. إذن أشنا هي شخصية الإنسان المسلم؟ شخصية الإنسان المسلم هو شخصية صورة مصغرة لمحمد، صورة مصغرة لمحمد. إحنا ما كنجيوش كنعيشو هنا يا دي جينيراسيون، إحنا الوعي ديالنا ما كيمشيش وكيسافر 1400 سنة وكيوصل للقلب. نو، إحنا الوعي ديالنا ديما بقى لاصق في 1400 سنة. فاش كتجي وكتحاول تعيش بحال واحد الانسان 1400 سنه هذه، اذا هذاك الانسان الانسان ما تغيرش لمده 1400 سنه. هذه هي اللي كتعني. فاش كتقول لي انا مسلم كتعني بانك انت ما تغيرتيش ل 1400 سنه. غادي نمشي عند بو دابا غادي نلقى بزاف ديال الحوايج، غندير واحد لا ليست ديال الحوايج اللي كان كيديرهم محمد ولا ليست ديال الحوايج اللي كان اللي كيديرهم با، وغادي نلقى بان با لا يختلف على محمد، وكذا المجتمع ككل لا يختلف على محمد. اذا اش من شخصيه عند الانسان المسلم؟ اولا 1400 سنه ما تغيرش، وكنعرفوا بان كل شيء كيتغير. شكون كيعرف شي حاجه هنا ما تغيراتش ل 1400 سنه؟ شكون كيعرف شي صخره شي رخامه شي حاجه في هذا الوجود اللي ما تغيراتش لمده 1400 سنه؟ ممكن الاخوان شي حاجه اللي بقات كيف ما كاينه 1400 سنه. واش كاينين نتوما بعدا؟ كاين الصوت، الصوت واضح مزيان اخويا ديال كنتصنولك انا معاك. شكرا. دابا وهذا هو المشكل ديال الرساله، هذا هو المشكل اللي عند الدين. ما تقدرش تنزل لواحد الناس واحد الدين. الا جبتي واحد الدين اذا خصو يكون مكتوب، واذا كان مكتوب اذا ما كيتغيرش. وسنه الحياه every fucking thing، كل شيء كيتغير في هذا الوجود. هذه هي سنة الحياة، كل شيء. كاين ديز اكسيبسيون، ما كاين حتى شي اكسيبسيون. حتى حاجة ما كتبقى فيكس، ما كتبقى ستابل، ما كتبقى ستاغنونت، ما كتبقى اوكي ستاتيك. خصها تغير كل شيء، كل شيء، كل شيء. حتى الوقت كيتغير، حتى الوقت حتى هو كيتغير. وكتجي لشي واحد الحياه ديال شي شماكريه ولا القحاب مقطرين، وتحدات هاد السنه ديال الحياه، هاد القاعده ديال الحياه. انا يو هير، انت راه هنا يو جيست، انت هنايا ضيف. اوكي ما جايش هنايا غادي تحدى هاد الوجود وما تغيرش. ماشي غير انت، راه كاين كواكب فيهم كاين تستدل مرات الكوكب ديالنا، 6 مليون مرة الكوكب ديالنا، وكيتغيروا لونيفير كله كيتغير. وكتجي لشي تشمكير تيقول لك هذا الشيء ما خصوش يتغير وخصو يبقى بحذافيره. 1400 سنة هذه يبقى بحذافيره، خصو يبقى ديرو بحذافيره. أشنا هو بحذافيره؟ البيئة اللي دايرة به تغيرات وهو بقى ما تغيرش. وهذا الشيء اللي وقع لنا في التاريخ ديالنا، كل شيء داك الشيء اللي حاولنا تغير. البيئة تغيرت، التكنولوجيا تاب، كل شيء تغير، ما بقى حتى شي حاجة كتصوب بالخشب كاع. اوكي كل شيء تغير، كل شيء تغير. كتجي كتلقى شي خرا دازت عليه 1400 سنة كنبنيو عليه الحياة ديالنا كاملة، كاملها كنبنيو عليه، والأمل ديالنا والفلسفة ديالنا والفهم والبرسيبسيون، كل شيء كنبنيو عليه. وشنا هو؟ ما كيتغيرش. او حتى كل شيء تغير وهو ما تغيرش. ومنين جبناه؟ داس عليه 1400 سنه ومنين جبناه؟ منين جبناه؟ شي ناس غيعلمونا كيفاش غادي نعيشوا في المجتمعات ديالنا. تخيلوا ان هاد الناس وما عندهمش المجتمع، ما كيعرفش شنو هو المجتمع. اللي كيعرف المجتمع ما كتقولش ليه ليس عليك حرج
ليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم أو من بيوت أمهاتكم. راه ما كتقولهاش لواحد الإنسان اللي كيعرف شنو هو المجتمع بحال البابليون اللي كيعرفوا لمدة 6000 سنة والفراعنة لمدة 4500 سنة والرومان وكاع هاد الثقافات هادو. ما كتجيش تقول لهم هاد الخطاب ليس عليكم حرج أو لديك وضربوهن أو لا إلا بغيتي تخرها شدي ولا هاش غتقول أو لا كتجي تقول لي أشنا هي المرأة ولا ما كتقولش لي هالشي حيث كيعرفوهم المجتمع. ما كتجيش تقول لي هاكي باش غتجوز حيث عنده إكسبيريونس ديال آلاف السنين. أوكي احنا جينا لواحد المجتمع الناس ما كانوش كيعرفوا الاخوان شنو راه الظروف في الصحراء. ما يمكنش يكون عندك استقرار، امبوسيبل يكون عندك استقرار باش تبني المجتمع. الحاجه الاولى اللي كتحتاجها هي الاستقرار باش تبني مجتمع. خصك الاستقرار، خصك واحد البلاصه اللي تعيش فيها بوندون اون جينيراسيون دو جينيراسيون تخوا جينيراسيون 4 ولا 5 ولا 15 ولا 150 ولا 200 جينيراسيون كيف ما داروا الناس قبل ما يجيو هاد الشماكريه ديال قريش. الحضاره البابليه راه في عمرها 6000 سنه، الحضاره الفرعونيه راه حنا كنشوفوها 4500 سنه. وكيجي شماكريه ما عندش دير مستقر، انت كيفاش غادي تستقر انت في الصحراء؟ كيفاش انت غادي يكون عندك استقرار وانت ناقصك الماء؟ ما كاينش الماء، ليكزيست با، خصك تقلب عليه، خصك تتبع الماء فين كيتصب، خصك تتبعو. ما عندكش واحد الواد دايز قدامك الماء. عطيوني شي حضاره تبنات في الصحراء الاخوان، عطيوني شي حضاره اللي تبنات في شي بلاصه نائيه ما كاينش فيها الماء، ما كاينش فيها الفلاحه، ما كاينش فيها البحر، ما كاينش فيها. كاينه شي حضاره اخرى. وحتى هما القريشيين فاش بغاو يبنيو حضاره ما بناوهاش في السعوديه، حيت ما يمكنش تبني في واحد الثقافه ويكون عندك واحد الاستقرار في واحد المنطقه اللي ما فيهاش الماء. It's obvious. انت فيك 70% ديال الماء، اذا خصك تمشي لشي بيئه اللي فيها الماء. الناس عندهم مشكل مع الماء، واسمح لي الاخ، وراء الرومان والبيزنطيين واليونان والفراعنه والبابليون والاشوريين والقرطاجنيون والفينيقيون والسريانيون وزيد، وراء ما كانش عندهم مشكل ديال الماء، بل ماشي حاجه تحداوها. ما كانش عندهم مشكل مع المجتمع، والمشكل ديال المجتمع تجاوزوا المشكل ديال المجتمع. ما كانش عندهم مشكل مع العمران، كان العمران كان عندهم متجاوز. الناس كيبنيو اوريدي، كيبنيو القصوره، كيبنيو بناو تحت الجبال وبناو وسط الجبل. طلع تركيا، التركيا بناو حضاره وسط الجبل. وسط عطاشنا هي وسط الجبل، وسط الجبل مدينه وسط الجبل. اوكي وانت جاي كتعاود ليا كيفاش غادي نبني انا مجتمع والناس راه بناو مجتمع؟ اذا حنا اش درنا هنا باش نهضروا على هاد الشخصيه ديال الانسان المغربي؟ اولا اش درنا؟ مشينا عنده احد المجتمع عنده غير السميه ديال المجتمع. الناس قريش ما كيعرفوش الاخوان اشنا هو المجتمع، راه ما كيعرفش اشنا هو المجتمع. المجتمع كيطلب الاستقرار، وما يمكنش تستقر في منطقة ما فيهاش الفلاحة. إلا بغيتي تكون فيها الفلاحة خص يكون الماء، إذا ما كاينش الماء ما كاينش فلاحة، ما كاينش استقرار. اللي كاين شمكير، هذا هو اللي كاين. محمد كان شمكير، وهذا الشيء اللي باين علينا حنا. شفتو حنا أنا ما عرفتش، واحد صيفط لي شي فيديو غير دابا ديال فرنسا وكيفاش المسلمين دايرين الروينه النايضة، وباغين جايبين واحد الفكر بدائي، فكر همجي، بغاو يطبقوه في 2000. وهذا هو المشكل ديالنا. اذا حنايا بغينا نبنيو مجتمع بكامله. فاش كتقول لي بان منظومه الزواج خديناها من القران، اذا انت كتقول لي بان خدينا المجتمع كامل من عند شي ناس ما عندهمش المجتمع. فقدوا شيء لا يعني.
كون كان الخو خداوي كون داوى راسو. الناس راه كتاخد 1000 سنة 2000 سنة ودوك التقاليد والعادات والأسس والقوانين والمعاملات والسلوك تا هو كيدوز على واحد الصقل حضاري. واحد لا جينيراسيون كدير اخطاء كتجي جينيراسيون اخرى كتشوف كيفاش والديها داروا شي اخطاء وكتجيب شي افكار جديده وهذا كيتسمى الصقل الحضاري. كدوز من جينيراسيون لجينيراسيون 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 كدوز الخامسه ولا العاشره ولا 15 كتعرف بان ولا الى يحضنا لا ينكحنا كبير. فهمتي خصك غير دي جينيراسيون غتوصل لهاد الخاتمه. انت قلتي ولا الى يحضنا وولات الان اجلهن ان يضعن حملهن. علاش حيت انت ما عندكش مجتمع باش تعرف واش لا الى يحضنا ما خصهمش لا ينكحنا. خصك تعيش واحد 4 ولا 5 د لا جينيراسيون عاد غتعرف بان وداك الشيء علاش حيت هذيك كانت صغيره. داك الشيء علاش حيت كتعرفها عبر الصقل الحضاري. داك الشيء علاش هاد الناس جابوا لنا اخطاء كبيره واخطاء كبيره ودناها في الدستور ديالنا ولات اخطاء مقدسه. اخطاء ما كتخدمش المصلحه ديالك ولات مقدسه كتبقى تشوف فيها وكتدور في عينيك وما عندك ما دير. وداك الشيء علاش حنا كوننا واحد الشخصيه خروانيه وهذا هو اللي كنعانيو منه الاخوان. القيم ديالنا ولا الاسس باش نبنيو المجتمع جبناهم من عند شي ناس ما عندهمش مجتمع وماشي غير داكشي. المجتمع ديالهم النمط ديال العيش ديالو كيختلف تماما عن النمط ديال العيش اللي كنعيش. فهمتي بحال جبتي شي حاجه من الجابون ولا من شي بلاد اللي عامره بالماء وبغيتي تطبقها على شي بلاد اللي قاحله. بحال شي واحد مثلا كيعيش فوق البحر شي بحال هذوك الناس اللي كاينين في دوك الدول اللي بنادم ساكن في باطو عرفتهم ماليزيا ودوك دوك الجوزو تمايا. بنادم كيعيش فوق الباطو كياكل من الباطو كيشرب من الباطو كيخرى من الباطو كلشي كيديرو من الباطو هو ما محتاجش يخرج لبرا هو كاع. فهمتي كيدبر على الماء صافي كيريح هو في الباطو كلشي كاين عنده في الباطو ما كيعرف حتى شي حاجه على اليابس ما كيعرف لا يحصد لا يزرع لا حتى شي حاجه ما كيعرف على اليابس. يمكن تجيب هذاك القانون ديالو تطبقو على شي ناس كيعيشو فيه بالزراعه والفلاحه. نفس الشيء هادشي هو اللي دانا مشينا عند شي ناس اللي ما كيعرفوش شنو هو المجتمع. باش تبني مجتمع خصك الماء. الا ما عندكش الماء اذا ما يمكنش غادي تكون ما يمكنش يكون عندك استقرار. انا عرفتها باش عرفتك انك كنمشيو كنخيمو كيخلق لينا الماء مشكل بكري. هادشي كنا كنخرجو كنخيمو خصنا نديو معنا الجريكانات. المهم هادي ما كنجري على هاد الكلب كيبقى تابعني وكنعاود نجري تنقول لي يا ودي غير سي تقول باش تجي للروم بقاش تجي مقدرش. انا والله ما بقاش عندي الصبر لهاد البشر هاد العبيد هادو اللي كيخلي المنطق وكيشوف فيه وكيدفع المنطق كيحيدو من الطريق وكيمشي للتخريج والقوالب والمراوغات. هو المنطق قدامه محطوط تيقول ليه كتقول ليه امك واش بغيتي شي واحد يضربك تيقول لك بالله راه كاينه في القران بالله راه الاسلام. بحال واحد الفيديو الاسلام كرم المراه بالضرب تيقول ليه اه والله تيقول ليه والله الاسلام كرم المراه بالضرب. وهذا هو ملعبي. اذا هذه الاسلام الاخوان راه كيكون شخصيه وداك الشيء كيكون عنده بروغريسيف. كتكون في واحد الوقت في الحياه ديالك كتحاول ما امكن كتنساه كتكون طفل شويه كتبدا تكبر كيبدا يكبر معك وشويه كيبدا يكبر فيك وشويه كيعود الهدف ديالك في هذه الحياه هو تولي انت هو محمد. هذاك هو اللي كيكون. بحال مثلا باش كنشوف الوالد ديالي الهدف ديالو هو يكون هو محمد
هذه هي الفكرة الرئيسية اللي عند الوالد والوالدة عندي. هي مازال الوالدة بخير، مازال الوالدة فهمتي مع كتجمع وداك الشيء كيبان لك النشاط وداك الشيء. الوالد عنده نو، عنده هو فاش كنقول الوالد ديالي راه كنهضر مع جميع الآباء ديال المغاربة، كنهضر كاع مع داك لا جينيراسيون اللي في السبعينات وفي الثمانينات والثمانينيات والسبعينيات. وراه كاينين شي ناس كنعرفهم دابا في الربعينات اوريدي ضربوا حج وعمره، والله فاش مشيت 3 شهور لقيت شي ناس بعدا كاع دوك اللي كنعرف انا تقريبا كلهم ضابينا بحج، بقاو جوج، واحد فيهم والد وسمانو، بقاو جوج هما اللي كاع دوك الناس اللي كنعرف في لاج ديالي مشاو للحج. علاش؟ حيت الاسلام بروغريسيف، كتبقى شويه 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 فاش كتضرب لا روتريت وكتنزل عليه مزيان، ديك الساعه كتعود انت هو محمد. دابا فاش كتولي انت هو محمد اش كدير؟ كتمشي لا جينيراسيون اللي جايه بحال هادشي اللي كتمشي في المغرب، كتبقى لا جينيراسيون الكبار عطينا للصلاه والدين، وكاينو قروع على لا جينيراسيون ديال الشباب اللي طالعين تيقولوا ليهم. وانا غارانتي نقولها لكم الاخوه، الله العظيم الى لا جينيراسيون ديالي انا شخصيا، الى كلهم دوزوا حياتهم قصير، دي سوربريز بارتي، حب، بنادم متفتح، كيكريبي شعرو، كيلبس سروال ديال الجلد فوت، كيديرهم كاملين، سمعتيني، الصباط مقمقام ويتصاحب وصيفط الخواديه ديالو للحمام، يديو الوالده للحمام باش يدخل صاحبته، عنده البريتشا الفوق داير فيها سجاله ديال الطوموبيل، داير فيها البافات ديال التصويره ديال البيتلز ولا التصويره ديال فهمتيني كل شيء. وهادو نفسهم دابا اش كيقولوا للشباب؟ تيقولوا للشباب وما تبقاوش ديروا هذاك الشيء، وخصكم تمشيو للجامع وخصكم تصليوا وخصكم، وحياتهم دوزوها كلها قحاب وروج، والله العظيم. وهذا الشيء ولا عندنا سايكليك، كل جينيراسيون كدير نفس الشيء، كل جينيراسيون كتعيش الحياه ديالها شويه ريلاتيفمون بحريه، كتوصل لواحد الوقت كتعود هي محمد، وكيبداو يخراو على الشباب، تيقول لهم نتوما ما خصوش ديروا كيف ما درنا حنا، نتوما خصكم تبداو من لو ديبار تعبدوا الله وغاديه بحالكم، وغادي جينيراسيون ابري جينيراسيون ابري جينيراسيون. وهنايا كتعطيك واحد المجتمع اللي لصق في 1400 سنه، لصق في 1400 سنه في واحد الثقافه همجيه بدائيه لا قيمه لها في هذا الوقت، وترجع على الانسان بالضرر. وهذا هو اللي كنعانيو منه، حنا عندنا واحد الورم، عندنا واحد السرطان في الثقافه ديالنا، ولكن سرطان مقدس ويعتبر معيار لتقييم الانسان في المغرب. هاد الخرا اللي جبنا من قريش ولا معيار كنعبروا به اشنا هو the good from bad، هو اللي كنشوفوا اشنا هو الحاجه اللي فيها المصلحه، ولا هو المعيار باش كنعبروا فين كاينه المصلحه ديالنا، هو شي شماكريه ديال قريش. هذا هو العمق ديال الدين، هو أننا حنا كنوليو عبيد لواحد الثقافة لا قيمة لها، باش عرفنا لا قيمة لها. فنشوفوا مثلا العلماء والعلوم والإنسانية، أشنا هو الحوايج اللي خدات من الإسلام؟ مثلا حنا كنقولوا بأن الإسلام ربه نعمة، شي حاجة أشنا هو الإسلام نعمة، أشنا هي نعمة؟ شي حاجة اللي حسن من الماء وحسن من الماكلة وحسن من الجنس وحسن من كل شيء. وكان عارفوا هذه المسألة، هذه كلنا كان آمنوا بأن الدين نعمة، وتشي نعمة ما كتوصل لهذه النعمة هذه، يعني شي حاجة واعرة. أوكي، وكتسول الإنسان كتقول لي منين هذا الدين عندك كله نعمة؟ علاش الإنسانية ما خدتش منه واحد الجملة؟ مثلا نمشيو لاوروبا ونقولوا بان راه شي ناس خداو شي حاجه من الاسلام، او امبوسيبل، هو نعمه وشي حاجه كبيره. وكنعرفوا هادو الارقاب الغرب وداك الشيء طماع،
كيطمعوا في الفوسفات، كيطمعوا في البترول، اي حاجه عندها قيمه كيطمعوا فيها. ديما كنقول انا ندير هاد الناس طماعه وعزيز عليهم، اي حاجه زوينه كيبغيو ياخذوها، كيبغيو يستعمروها، وكيبغيو يستغلوها. علاش ما جاوش الاسلام وخدوا منه شي جمله مفيده؟ علاش الانسانيه ما جاتش الاسلام ولقات فيه شي حاجه مهمه، شي حاجه اللي يستعملوها في المجتمعات ديالهم؟ ما يمكنش. هما يتكلبون على الامم، علاش ما جاوش للدين وخدوا الدين؟ علاش ما قالش لك اجي ناخذوا جا مونتيسكيو ولا فولتير ولا ديكارت وخدا شي كوتاسيون من القران، وقالوا كاو القران جاب واحد الفكره واعره. علاش ما مشاو الاسلام وما لقاوش فيه فكره واعره؟ علاش؟ حيت القران والسنه والاسلام ككل ما عنده حتى شي قيمه، فكر ديال الشمكاره. والدليل على ذلك كتلقى هاد الفكر، الناس اللي كيتبعوا الفكر بحال ديال الاسلام كتلقاهم غير في الحباسات، حيت هادشي اللي جاب الاسلام كله جريمه في حق الانسانيه. لماذا؟ لان هادشي اللي جاب الانسان، اللي جاب الاسلام الانسان، ما جابوش الانسان. علاش ما جابوش الانسان؟ حيت الانسان خصو يعيش حدا الماء، ما يمكنش الانسان ما يعيش حدا الماء، خصو يعيش ماشي غير الانسان، الكائنات الحيه كلها خص يكون عندها واحد غولاتيف اكسي الماء. داكشي علاش اوروبا ما خداو من الاسلام والو. الفلاسفه كاع اللي كنعرفو في اوروبا حتى واحد فيهم ما مشى للاسلام خدا منه شي حاجه. تقدر تلقى خدا منه شي حاجه، ولكن غتكون هذيك الحاجه كاينه في الانسان ولا جابوها حضارات اخرين ماشي الاسلام. داكشي علاش ما كنلقاوش شي حاجه اللي جابها الاسلام اكسكلوزيف الاسلام. علاش؟ حيت ما كاينش واحد الخالق. إذا كان واحد الخالق هو اللي هضر مع محمد، everything خصو يكون اكسكلوزيف. يعني الإنسانية ماشي بالضرورة غادي تهز عليها السيف. الإنسان بطبيعته كيتبع شي حاجة زوينة، مرة زوينة، طنوبيل زوينة، دار زوينة، عائلة زوينة، صورة زوينة، خبزة زوينة، أي حاجة زوينة. فاش كنحطو الانسان ديما كيبغي ياخد احسن حاجه، هادي هي طبيعه الانسان، كياخد احسن حاجه. علاش ما جاش؟ علاش الانسانيه ما خدات حتى شي حاجه من عند محمد؟ علاش الانسانيه ما خدات والو من الاسلام؟ واي؟ علاش؟ اه كنعرفو هاد الناس خداو من كل شيء الاخوان، كتمشي تقلب في جميع العلوم كتلقى هاد الناس مشاو لعند ليزيسكيمو كياخدو عندهم، مشاو للغابة الاستوائية كياخدو عند الناس. رجعوا في التاريخ 8000 سنة كيقلبوا فيه، ولحد الآن كيخسروا الملايير ديال الزبابل ديال الفلوس في الأطور وفي التكنولوجي وفي العلوم باش يوصلوا لواحد الفكرة كانت عند شي ناس عند البابليون كيديسيميني وكيديكوتي وكيقلبوا فين غادي نلقاو واحد لافالور في هاد الثقافة ديال مثلا البابلي، فين غادي نلقاوها؟ وكيخسروا عليها الزبابل ديال الفلوس، ودايرين علوم خاصة باش يكتشفوا اش وقع 8000 سنة هذه، اشنو اللي حبسهم ما يرجعوش 1400 سنة ويجيبوا لنا هاد الحكمة وهاد النعمة اللي جاب الإسلام؟ اشنو هو اللي حبسهم؟ حتى ما يجوش الاسلام ويلقاو فيه ولو فكره وحده، فكره وحده ما لقاوش. علاش ما لقاوش؟ حيت هذاك دين ما نزلش على انسان. انسان القريشي راه ماشي انسان. لما تعيش يا سيدي بغيتي الفلاحه، بغيتي الزراعه، بغيتي التجاره، بغيتي الصيد البحري، ما فيهاش تشمكير. ماشي من طبيعه الانسان عيش بالتشمكير. طبيعة الإنسان كيدير الأمان هي الأولى، داكشي علاش بدينا كنبنيو الديور. أه؟ بدينا كنبنيو الديور حيت كنقلبو على أول حاجة، كنقلبو على الأمان، طمأنينة، كنقلبو على كإنسان. كيفاش أنت جبتي ليا
العكس ديال الامان. شنو هو العكس ديال الامان؟ الخلف. اه الامام ولا الامان؟ الامان. الامان لا سيكوريتي. العكس ديال الامن والامان هو الارهاب. اوكي كيفاش نتايا الناس كيبغيو الامان وانت جايب السيف كتقول لهم غزو عباد الله هجموا عليهم قتلوا دمهم ذبحوهم شردوهم بيعهم في الاسواق فيكم بالدم اكزاكتومون. هذه من طبيعه الانسان. داكشي علاش كنبنيو الديور. داكشي كنبنيو الديور تنقول الا دخلت للدار ديالي اذا ام سكيور وكنديو الباب. علاش؟ باش طبيعه الانسان كيقلب على الامان. باش ينجح واحد الدين خصك تقول له دير هاد الدين راه كيجيب لك الامان. هذه فلوكة فاش كتكون كتهضر مع انسان. ولكن فاش كتهضر مع الوحش في المجتمع ديال الوحوش كينجح واحد الدين جاب السيف. اوكي ما كينجحش مع واحد. انا هاد الشيء لحد الان كنت سائل تنقول اوكي انت جبتي السيف تنقول انت جبتي السيف وجبتي القتل وجبتي الذبح وجبتي الغزو وجبتي السرقه وجبتي النهب وجبتي العبوديه استعباد الناس وجبتي القتل الجماعي اثنيك كلانيا او انت جبتي كاع هذا الشيء لما نجبتيه انت جبتي هذه الاستراتيجيه ونجحتي في الانتخابات. يعني الناس تبعوك وقبلوا الدين ديالك والدين ديالك فيه القتل والنهب والسرقة والاستعباد وهذاك الشيء كامل. How did this happen؟ لا ناتور ديال الإنسان كيقلب على الأمان. يعني الرسول كيجيب لك أو النبي كيجيب لك شي حوايج اللي فيهم السلم اللي فيهم الحب اللي فيهم الإخاء اللي فيهم المودة اللي فيهم الأمان لما فيهمش العنف لما فيهمش السيف لما فيهمش الغزو. كيفاش تنجحتي؟ كيفاش حتى نجحت الرسالة وانت جاي فيها بنادم عندك الحق تسرق البنادم الأرض دياله والحياة دياله ولاده وبناته وجدوده وخواله وتسرق كل شيء وتقسم كل شيء وتبح كل شيء وتنهب كل شيء وتستعبد كل شيء. كيفاش تنجحتي انت يغب الدين ديالك؟ وهنا كيتطرح السؤال على من نزلت هاد الرسالة. ماشي على من نزلت ولفنا نقوله. هنا كيتطرح السؤال اوكي شكون هما هاد الناس اللي يتبعوا محمد؟ انت قلتي اوكي ونقدر نغزي ونقدر نسرق نهب شي واحد نذبح دين امه ناخد ليه ولاده نبيع دين امهم ناخد ليه عيالاته وماتو والخوالو عماماتو داكشي ونشد دين امهم نقتلهم نبيعهم ما عنديرهم حتى شي قيمه ندمرهم نخرجهم من البلاد ديالهم ونفزع عليهم الاولاد ديالهم. اذا شكون هما هاد الناس الصحابه والناس اللي تبعوا الاسلام انذاك؟ شكون غادي يكونوا؟ نتاكد انا الفلاح ما غاديش يتبع هاد الدين 100%. الفلاح أعدى حاجة عنده هو تقول لي شي واحد غادي يهجم عليك وغادي ياخذ لك البهيم ديالك وغادي يقتلك وغادي ياخذ لك العيالات ديالك والولاد ديالك وغادي يصيف ديرهم من الشرق الأوسط ينكحوهم الناس ديالي يتريب وديال ها ما غاديش يقبلها. علاش؟ حيت الفلاح هو الفلاح كيمشي كيضرب تمارة كيعيش بحاله بحال جميع الكائنات الأخرى كيقوم بالواجب ديالو كيضرب تمارة وكيجيب طريف ديال الخبز لولاده ولمرته والعائلة ديالو والبهيم ديالو وهذه هي لاطاش ديالو بحال واحد بحال جميع الكائنات. هذه هي طبيعة الإنسان وهذه هي طبيعة الكائنات الحية. المهم هو كيخدم حتى حنا كنديرو بحالو. اوكي اذا الى الفلاح طبيعة الحال الفلاح ما غاديش يقبل هذا الدين. الفلاح غتقول ليه كاين واحد الدين سي محمد عندك الارض وداك الشيء كاين واحد الدين جا وراه هذاك الدين كيقول لك يجي شي واحد يقدر يهجم عليك ياخذ لك البنات ديالك والولاد ديالك وعماماتك وخوالاتك اللي كاينين معك
الدوار غيشد ديال المو كاملين غيبيع ديال المو في السوق غادي يقتلك نتايا وغادي ياخذ لك الارض ديالك والبهايم ديالك وصافي غادي يحيد يدير مك الوجود قطعا ما غاديش يبقى عندك وجود. اشنا هي لا بروبابيليتي باش هذاك الفلاح غادي يقول اه هذا ديال زوين هذا خصني نتبعو علاش حيت غادي يدبح ليا المراه ديالي وغيقتلها وغادي يشربها وغادي يذبحني وغادي يشربني وغادي يبكيني وغادي يستعبدني وغادي نعود بضاعه تباع وتشتغل في الاسواق لا حقوق لها. شكون هما الناس اللي غادي يتبعوا هاد الدين؟ تبعوش ماكريه هما اللي تبعوه. التاجر ما غاديش يعجبوهاش. جي تقول لواحد التاجر اوكي انت تاجر خصك كاين واحد الدين جديد راه زوين كيفاش زوين الا كنتي غادي هاز القافله ديالك هاز فيها الزرابي والتوابل وداكشي راه الا كنتي قاطع راه هاد الدين هذا كيصرح كيعطي الاحقيه لواحد الانسان يهجم عليك وياخذ يدير امك كاع داكشي اللي عندك وياخذ لك ولادك ياخذ لك كاع داك المتاع ديالك ويشر من دير امك واش بغيتيه ولا ما بغيتيه. اشنا هي البروبابيليتي باش هاد التاجر غيقول لك واه هاد الدين هذا واعر هذا صعب انا غادي نمشي نقلب على هاد محمد. اذا شكون اللي امن بهاد الدين؟ امنوا به الشماكريه ولاد القحاب اللي هو محمد والصحابه ديالو ابو لهاب وكاع هادوك هادوك كلهم كانوا شماكريه وهاديك هي الخدمه ديالهم هي التشبكيه. وكنرجعوا للمساله واش محمد تغير اوفر تايم ولا هو نيت محمد دوك دي اوت سيت من الاول؟ واش محمد كان هذاك الانسان اللي كان ظريف وكان امين وزوين وغزال و كيحشم وداك الشيء اولا كان هو ولد القحبه من الاول من البيجينين؟ اوكي اذا هذا تحليل وتحليل عنده واحد النسبه ديال الصحه الاخوان. لا نورم فاش كتجي وهذه ديما كنعرفوها فاش كنبغي نسمعوا الحكمه ديما كنسمعوا لشي واحد اللي كيتحدى اللي كيكون عنده واحد نوع ديال الزهد او اللي كيتحدى بحال فاش كنا كنقراو على سيدنا يوسف وداك الشيء وغريزه الجنس ما قدرتش فيه ووجعناها معجزه بانه سيدنا يوسف راه عنده راه النبي علاش حيتحدى غريزة الجنس وهو راجل بن فهمتي كنبنيوها على هاد المسألة هاد. اوكي اذن هذه هي الشخصية ديال الانسان المسلم. شخصية الانسان المسلم اولا خصنا نعرفو شنو هو الشخصية علاش شنو هما الحوايج اللي في الدين كتجعل هذاك الانسان. اولا كاين واحد كتعيش واحد الشخصيه اللي كتبغي كل شيء يكون جاهز. مثلا خذوا المايك الاخوان انا عييت شويه خذوا المايك شتكم كلكم مقزنين هنايا نو انا كنسمعك خويا نو لا تبعين لا هو خذوا المايك مدخله كانت قيمه وفي محلها. السلام عليكم كانت صامي انا مساء النور لك اخي بيان لير وكنتمنى بعض المرات كيكون في نقاشات لان من طبيعي في النقاشات انني كنحاول نبقى محترم وكنتمنى بعض الخطرات انني نركب الفم ديالك باش نهضر لان يعني يو نايل ات برو يعني يو نايل ات لان هادشي اللي تقول فيه يعني كتبسطو بواحد الدرجه يعني اللي ما فهمش صافي يعني لا حياه اللي ما نتوده شي واحد لما فهمش هذا الخطاب هذا سي بون سي فيني يعني مشكله.